يمكن نور كمان هتقول لنا دلوقتي تفاصيل اكبر، لانه هيكون معانا على الهاتف الدكتور ايضا علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي للرعايه الاجتماعيه. صباح الخير يا فندم، صباحك صباح الورد. صباح الخير، صباح النور على حضرتك استاذ نور، صباح الخير على الاستاذ حسام وعلى كل المشاهدين الكرام. صباح الورد على حضرتك، وكنا محتاجين من حضرتك تكلمنا اكتر عن حمله وزاره التضامن الاجتماعي واللي محققه نجاح او محققه الناس كلها وصلت للناس كلها والناس كلها عرفت ان وزاره التضامن بتلف بقوافل علشان تنقذ المشردين. الحمد لله وبفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى ان احنا شغالين بقالنا فترة على برنامجين كبار، برنامج أطفال بلا مأوى بقالنا فيه حوالي سنة ونص بنشتغل على أساس إن إحنا بنوصل للأطفال اللي بلا مأوى في الشارع عشان نعمل لهم جذب. البرنامج ده بيندرج من تحته أو بيحتوي على عدد 17 وحدة متنقلة بتجوب شوارع عدد 10 محافظات اللي فيهم عدد الأطفال الأكثر كثافة من أطفال بلا مأوى. بالتوازي عندنا فرق ايضا للتدخل السريع، فريق مركزي في الوزاره وعدد 26 فريق على مستوى 26 مديريه. عظيم. الفرق ديت بتشتغل على اي انتهاكات تحدث للاطفال، وفي الاونه الاخيره منذ اكثر من عامين كان ظهرت ظاهره المشردين، ابتدى يبقى على عاتق فرق التدخل السريع ان هي تنزل وتشتغل مع اي مشرد بيجي لنا بلاغ بوجوده في الشارع على اساس ان احنا نوديه احدى دور الرعايه التابعه للوزاره. الفترة اللي فاتت طرأ لمعالي الوزيرة غدا والي ان شدة البرودة والطقس الشديد جدا وان الناس في الشارع، فقالت ان احنا لازم نوحد الجهود، ومن هنا تم تضافر جهود فريق التدخل السريع او فرق التدخل السريع مع فرق اطفال بلا مأوى، وابتدينا ان احنا ننزل ميداني بشكل مكثف بالتنسيق ما بين الفريقين. الفريقين ده ليه مجهوده وده ليه مجهوده، انما احنا دلوقتي الفريقين مجهودهم بقى واحد، بيشتغلوا مع بعض، بنشتغل بنستهدف كل الفئات العمريه اللي بلا مأوى في الشارع، من الطفل للشاب للرجل للست المسنه، ايا كان وضعه ايا كان عمره، بنشتغل معاهم، بنبدا ان احنا نتعامل معاهم. عندنا خلال النهارده اليوم الخامس على التوالي بنشتغل فيه بشكل مكثف، بنجوب كل المحافظات الجمهوريه على اساس ان احنا اي حاله مشرد نلاقيه في الشارع نتعامل معاه، ده بالاضافه للبلاغات اللي بتجيلنا واحنا شغالين ميدانيا من المواطنين. استاذ علاء، انا كنت عايز اسال حضرتك تقريبا كم عدد بلاغ جه من ساعه لما بداتم الحمله، وكمان ارقام او عدد الناس اللي تم انقاذهم عن طريق الحمله. بصي خليني اوضح لحضرتك كم عدد البلاغات، ده صعب جدا احصره لان احنا يعني كم غير طبيعي من البلاغات طبعا اللي بيجي لنا، وكم غير طبيعي بيجي لنا شكاوى ان التليفون مشغول على طول بسبب الضغط على البلاغات. يعني عندنا ضغط غير عادي من البلاغات، واحنا الحمد لله قادرين ان احنا بنتعامل مع كل البلاغات على 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 وجه السرعه. يعني احنا ما بنستناش، مجرد ما يكون في بلاغ في حته معينه بنوجه اقرب فريق للمكان اللي هو فيه، بالاضافه ان هو ماشي فريق بيقابل حالاته وبيتعامل معاه طبعا. يعني انما عدد الحالات لا طبعا، برضو احنا على مستوى الجمهوريه كل يوم في ابديت. يعني احنا يعني في 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 الاطفال اللي بيكونوا قاعدين على او بيكونوا نايمين على الرصيف بالغاز للبنات، ده انا حسيت ان يعني او بنشوف في الشارع انها ظاهره منتشره مؤخرا، انه هم بس يعني ممكن تكون حيله او كده، بس هي الفكره كلها ان هو اكيد عايز برضو يكسب تعاطف الناس، بس برضو في نفس الوقت الدنيا بارده عليه. هل تم التعامل مع هؤلاء الاطفال؟ فندم احنا بنتعامل مع كل الاطفال، برنامج الاطفال بلا مأوى احنا رصدين عدد 16,000 طفل في الشارع، احنا بنشتغل معاهم، يعني احنا بنشتغل معاهم اوريدي، في منهم اللي تم دمجهم بالفعل، وفي منهم اللي جاري دمجهم، وفي منهم اللي دلوقتي بيتم استخدامهم كمتسولين عن طريق التحكم، فاحنا رصدينهم وبنعمل معاهم علاقات مهنيه قويه على اساس ان احنا نقدر في وقت ما انه يحصل عمليه الانقاذ. طب ده فكر محترم جدا، انا عايز اسالك سؤال كمان، بتتعاملوا معاهم ازاي؟ يعني دلوقتي هي الحمله كانت بدات للصغار ودلوقتي توسعت كمان للكبار في السن او اي مشرد بشكل عام، بيتم بقى التعامل معاه ازاي؟ يعني ايه اللي بتوفره الوزاره؟ هل مجرد المساعده اللحظيه الوقتيه، ولا الموضوع بيتعدى كمان لفكره توفير سكن دائم او مصدر دخل دائم، او يعني خلينا نقول بديل بقى لاستمرار الحياه بشكل كريم؟ هو ده اللي عايزين نتوقف عنه. خليني اقول لحضرتك ان هي مراحل.
أيوة. احنا المرحله الاولى من التعامل ان احنا توفير المأوى المناسب من دار رعايه، ده بالنسبه لنا اهم نقطه، ان احنا نقوم بانقاذ هذا الشخص من براثن الشارع وبرود الطقس لمكان امن يقدر ان هو ياوي مكان تابع للدوله تابع لوزاره التضامن الاجتماعي. ده نمره واحد. نمره اثنين، احنا طبعا من خلال الاخصائيين اللي في دور الرعايه بيبداوا ان هم يصنفوا الحالات ويقدروا يتعاملوا معاهم. اللي قادر على العمل احنا بنعيد دمه مره اخرى، تمام، وبنحاول ان احنا نوفر له فرصه عمل. اما اللي مش قادر على العمل واللي هو بنقدر نعمل دراسه حاله متكامله عنه، على اساس لو ليه اسره لو ليه اهليه ومش عارفين يوصلوا له بنقدر ان احنا نوصل. يعني احنا هو بس الصوت بدا يبعد شويه. هدفنا المأمول دايما الصوت كده كويس جدا. اتفضل يا فندم. هدفنا المأمول دايما ان احنا نعيد دمج الشخص ايا كان فئته العمريه لاسرته طالما في اسره، فبنحاول ان احنا نبحث عن اسرته في المقام الاول. لو ما قدرناش وفشلنا في دوت على اساس ان احنا ما قدرناش نوصل للاسر، بنقدر ان احنا نتعامل معاه من خلال توظيفه على حسب قدراته وامكانياته وفقا لل. هايل جدا، ان شاء الله الحمله تستمر، وده مجهود محترم، مجهود انساني في المقام الاول. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علي عبد العاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي لشؤون الرعايه الصحيه. واعتقد كمان ان احنا هنعرض عليكم يعني في القريب العاجل برضو تقرير مصور بقى من الشارع ازاي بيتم التفاعل ايضا مع كل الحالات.